أتيت قبل الفجر فتحت المسجد واليوم بذهب هو هنا من أجل ابنتي لين، أسأل الله أن يجزيك الخير. أنا أقول لك جزاك الله خير، وصلت هديتك وابنتي اختارها الله عز وجل، ابنتي رحمها الله اختارها الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله رب العالمين. اختارها الله عز وجل اليوم صبيحتك معه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. لا تقلق، الحمد لله أنا صابر ومحتسب، لا تقلق أبدا. الحمد لله اختارها الله، اختارها أنت. اتصلوا بي الآن من المستشفى، الحمد لله، نقول الحمد لله. الحمد لله، لا والله الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والله إني أعلم أنك تعتبرها مثل ابنتك.